أطلقت بلدية الكويت حملة تنظيف وتعقيم لشوارع البلاد ابتداء من منطقة الفروانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك باستمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. أيها السادة، لتسليط الضوء على هذه الحملة ينضم إلينا الزميل رائد الشمري، مراسل تلفزيون دولة الكويت. رائد، الله يعطيك العافية، وحدثنا أكثر عن هذه الحملة. رائد، شكرا للزميل حسن العجمي، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين. بالفعل هذه الحملة ممكن تتواصل يوما بعد يوم، يمكن ندخل على يمكن الأسبوع الثاني من خلال هذه الحملة والجهود المبذولة من قبل بلدية الكويت بحملة تنظيف واسعة مكثفة، أيضا تشهد شراكة مميزة من القطاع الخاص بمعدات يعني تكاد تكون تترجم هذه المجهودات على أرض الواقع بالتعقيم والتنظيف في مختلف المحافظات، أيضا المشاركة فعالة من قبل الجهات الأخرى، وزارة الداخلية، الدفاع المدني، دار العامة للإطفاء، بلدية الكويت في هذه العملية التي تكون واسعة في مختلف المحافظات. نستكمل هذه عملية التنظيف من خلال متواجدة في محافظة الفروانية بآليات ضخمة، وأيضا خطة موضوعة من قبل بلدية الكويت، وتحديدا قطاع النظافة العامة وشغالات الطرق ستشمل جميع المناطق في المحافظات المتعددة، لتسليط الضوء أكثر على طبيعة هذا التنظيف وأيضا التعقيم اليوم الذي سيكون حاضر بقوة في محافظة الفروانية. يسعدني أن يكون بجانبي المهندس محمد صرخو، مدير عام محافظة الفروانية لبلدية الكويت. الله يعطيكم الصحة والعافية، عساكم على القوة، جهود مبذولة وأيضا توليفة رائعة اليوم تتكلل بمجهودات على أرض الواقع من خلال عمليات التنظيف والتعقيم. نتكلم تواجدنا في محافظة الفروانية، وأيضا اليوم يبدأ التعقيم الفعلي بالنسبة للمعدات والآليات المشاركة. نعم، طبعا هذا استكمال جهود متطوعية الأخوة في شركة الغانم انترناشونال اللي سخرت آلياتها وسطولها لخدمة الكويت ومشاركتنا في عملياتنا للمحافظة والوقاية من الوباء. طبعا الإشراف حيكون بوجود الأخوة بإدارة النظافة العامة وإشغالة الطرق ببلدية محافظة الفروانية. طبعا هذه التجربة أو هذا الأداء راح يكون هو أداء حقيقي لعمليات التعقيم للطرق باستخدام المعدات ثقيلة. طبعا الآليات مثل ما انتم شايفين آليات مكثفة، طبعا استخدمنا سابقا التعقيم باستخدام العنصر البشري باستخدام مضخات خاصة، لكن هالمرة راح نستخدم الآليات الثقيلة في تغطية المناطق وتعقيم الطرق. يعني وهذا عدينا له يعني يمكن فترة، يمكن قمنا في مراحل سابقة بالغسيل ترحيل المخلفات، وكان يعني الأخوة في شركة غانم انترناشونال ما شاء الله عليهم يعني قاموا في إزالة عوائق ومخلفات كميات قياسية في فترة قياسية أيضا، وهم مجتهدين للأمانة وسخروا جميع آلياتهم يعني تحت طوع البلدية واحتياجاتها، ويملكون ما شاء الله عليهم كوادر وآليات مميزة ساعدتنا وراح تساعدنا. طبعا اليوم حملتنا راح تكون محافظة الفروانية، وراح نستمر في المحافظات الأخرى بنفس الوتيرة ونفس المجموعة. اليوم مثل ما شفت حاضرين الإخوان الداخلية، الإطفاء، دفاع المدني، وإشراف البلديات كلها، حتى الإخوان عندنا بالمحافظات متواجدين حتى يشوفون ويتابعون الآلية اللي راح تستخدم فيها عملية التعقيم اليوم إن شاء الله. مهندس محمد، استغلالكم لوقت الحظر يعني ممكن راح يعطيكم أيضا تارجت أكثر، يعطيكم مجال أكثر للتنظيف بشكل أوسع وأشمل وأيضا أعمق اليوم، يعني الاستغلال في هذا التوقيت يمكن راح يكون إن شاء الله نتائجه كبيرة بالنسبة لمحافظة الفروانية وأيضا قياسا للمحافظات الأخرى. طبعا هو اختيار موفق لاختيار فترة الحظر. طبعا انت مثل ما انت شايف الآليات الثقيلة صعوبة تحركها في المناطق المزدحمة، يكون هدوء عام، حتى الاخوان يعني راح تشوف حتى الاخوان في وزارة الاشغال في المشاريع، بعض المشاريع راح يلجون الى استغلال فترة الحظر بسبب وقوف حركة الآليات والسيارات، وهذا راح يساعدنا على سرعة الانجاز للأمانة، وهذا بالاضافة راح يسرع الوتيرة والانتقال من شارع لشارع او منطقة لمنطقة اخرى، وهذا
بالعكس يعني احنا عدينا له واخذنا له موافقات مسبقه، حتى الاخوان بالشركه يعطيهم العافيه استعدوا لهذا التوقيت. جميل. اخيرا ستستمر ان شاء الله هذه الحمله يعني الايام المقبله ان شاء الله والاسابيع المقبله في مختلف المحافظات؟ طبعا انا بقول لك شيء اضافي ايضا، وليس بس هذا الموضوع، انه راح تستمر في جميع المحافظات، ومبادره الاخوان غالبا انترناشونال. وبهذه الطريقه ما اخفي عليك انا جتني اتصالات من عده شركات يبادرون يبي هم يدخلون معنا في اي مساعده نحتاجها، وهذا طبعا شكر موصول لهم، وهذا مو غريب عليهم ولا على غانم انترناشونال. كل الشكر لك المهندس محمد صرخو مدير عام محافظه الفروانيه لبلديه الكويت، والشكر موصول للطاقم الحاضر من بلديه الكويت، الاداره العامه للاطفاء، وزاره الداخليه، الدفاع المدني، جهود مبذوله من خلال عمليات التنظيف والتعقيم، وتاكيد ترجمه هذه الخطط والبرامج لبلديه الكويت على ارض الواقع، واستغلالا لفتره الحظر من الساعه الخامسه حتى الرابعه فجرا ستكون ان شاء الله نتائجها كبيره في مختلف محافظات الكويت. نعم زميل حسن. شكرا جزيلا لك رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت على هذه الجهود وجهود باقي زملائك، وكذلك الشكر موصول لمدير محافظة بلدية الفروانية المهندس محمد صرخو. شكرا لك رائد.